وكما قلنا وذكرنا من قبل بأن الإنسان لا يحتاج إلى أن يتخصص ولا يحتاج إلى أن يتبحر في مختلف العلوم للوصول إلى ذلك، إلا أن العلم مهما كان، أي علم كان، في أي تخصص كان، إنما يقود إلى هذه الحقيقة ويوصل إلى هذه الحقيقة. وقد أقر بذلك حتى غير المسلمين أن علومهم قادتهم إلى وجود مدبر حكيم عليم. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه يدعونا إلى التأمل والنظر في السماوات وفي الأرض وفي الأنفس، فالله سبحانه وتعالى يقول: قل انظروا ماذا في السماوات وفي الأرض، ويقول: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ويقول: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، آيات كثيرة. ويقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وفي هذه الآيات رد على أولئك الذين يقولون بالصدفة، فهؤلاء خرجوا من العدم إلى الوجود، كانوا عدما ثم خرجوا إلى الوجود. هذا الخروج من العدم إلى الوجود لا يمكن إلا بفعل فاعل، لا يقبل الإنسان أي شيء أدنى أقل شيء. مثلا هذا الغطاء، ولو قال إنسان أنه هذا الغطاء خرج من العدم إلى الوجود هكذا من تلقاء نفسه، هل يقبل ذلك عاقل؟ أقل شيء. أو لو رأى الإنسان مثلا سيارة وقال إنه هذا خرجت هكذا من تلقاء نفسه من العدم إلى الوجود، ما ممكن، ما أحد يقبل ذلك. بل لا يقبل الإنسان أن يقال، حتى ولو قال، ما خرجت من العدم إلى الوجود، وإنما موادها تجمعت من تلقاء نفسها، موجودة المواد لكن تجمعت من تلقاء نفسها إلى كونت هذه السيارة بهذه الطريقة. فإذا ما ممكن ذلك، الإنسان كان عدما والعدم لا يخلق شيئا، كيف يخلق نفسه؟ ما ممكن أن يخلق نفسه. أم خلقوا من غير شيء، هل هو خرج من لا شيء، أو أنه خلق نفسه؟ ما ممكن يخلق نفسه. أو أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، هذا أبعد، فالسماوات والأرض أعظم وأسبق منه، وقد كان عدما فكيف يخلق السماوات والأرض؟ إذن آيات بينات، والله سبحانه وتعالى يدعونا للنظر في الأرض التي نحن فيها، ويقول: وفي الأرض آيات للموقنين. هذه الأرض التي يعيش فيها الإنسان، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى مقراً له مؤقت، عندما يتأمل فيها الإنسان وينظر فيها يراها بأنها أرض كبيرة، فهي تتسع لهذه المخلوقات الكثيرة، سواء الإنسان أو الحيوان أو سائر يعني الطيور أو الأشجار أو الأنهار أو الجبال أو غير ذلك من هذه الأمور. لكن في الحقيقة عندما يطلع أو يعلم ما في الكون وما فيه يرى بأن هذه الأرض لا تسوى ولا ذرة صغيرة في المجرة التي هي فيها، فضلاً عن المجرات، ملايين المجرات، فضلاً عن السماوات. لكن هذه الأرض الله سبحانه وتعالى هيأها لهذا الإنسان لتكون كما قلنا مستقراً له،
وجعل كل شيء فيها مقدرا تقديرا دقيقا بحيث لا يزيد ولا ينقص، فلو زاد لأدى ذلك إلى الخلل، ولو نقص لأدى ذلك إلى الخلل. هذا لا يمكن أن يكون بمحض الصدفة أو خبط عشواء. فمثلا دوران الأرض، هذه الأرض تدور بسرعة 1000 ميل في الساعة، ولكن نحن لا نشعر بهذا الدوران. يعني نتصور لو أن حصاة ملتصقة بعجلة تدور بسرعة، لا تلبث تلك الحصاة أن تنطلق، إما أن تستقر في عين أحد أو في رأس أحد، أو يعني مثلا تدمر نافذة سيارة أو غير ذلك من هذه الأمور. لكن نحن مع هذا الدوران السريع 1000 ميل في الساعة، لكن ما نشعر بذلك بسبب هذه الجاذبية. ثم إن هذا الدوران كما قلنا مقدر، لو كان أقل من ذلك فكان 100 ميل في الساعة لأدى ذلك إلى أن يطول الليل 10 أضعاف ويطول النهار 10 أضعاف، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الحرارة في النهار إلى درجة الاحتراق، وانخفاض الحرارة في الليل إلى درجة التجمد. إذن هذا إنما كان بتدبير مدبر، ما ممكن أن يكون نتيجة لذلك الانفجار هكذا تلقى أو مجرد صدفة. ثم إن حجم الأرض هو بمقدار معين، لأن هذه الأرض لو كانت أكبر من ذلك لزادت الجاذبية فيها، وبالتالي ما ممكن أن تكون هناك حياة، ولا يمكن أن يكون هناك تحرك، وبالتالي الإنسان ما ممكن أن يعيش أصلا، ولا يمكن أن يوجد فيها. ولو كانت أصغر وكانت مثلا في حجم القمر لنقصت الجاذبية، وبالتالي أيضا لا يمكن الإنسان أن يستقر فيها، لأنه لا يمكن أن تمسك هواء ولا أن تمسك ماء ولا أن تمسك شيء من ذلك، وبالتالي تتعذر الحياة فيها. إذن حجم هذه الأرض هو بمقدار معين، مما يدل على أن هناك مدبر حكيم. ثم إن كل شيء فيها بمقدار، فلو أن سمك قشرة الأرض كان أسمك من ذلك 10 أمتار لانعدم الأكسجين، وكذلك لو كانت المحيطات أعمق من ذلك لانجذب الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وما ممكن أيضا تكون هناك حياة ولا نبات ولا شيء من ذلك. ثم أيضا يعني نسبة الأكسجين مثلا في الهواء هو بمقدار معين، لو كان أكثر أو أقل لأدى ذلك إلى خلل، فهو بمقدار 21%، لو كان أكثر من ذلك 50%، لو لمع برق لأدى ذلك إلى قد يكون اشتعال الغابات، لو كان أقل من ذلك بحيث أنه يكون 10%، أقل شيء إن الإنسان يريد أن يوقد نارا لطبخه لا يستطيع. ثم إن الغلاف الهوائي الذي يحيط بالأرض هو بمقدار من حيث البعد، وبمقدار من حيث السمك، وهذا الغلاف يحمي الأرض، يحمي الأرض من النيازك والشهب التي تتقاذف، فلولاه لتدمرت الأرض. هذه الشهب والنيازك منها ما يكون بسرعة 40 ميل، يعني ما يعادل 90 ضعف سرعة الرصاص، مع الأحجام طبعا الكبيرة، لأدت ذلك إلى أن تتدمر الأرض ومن فيها وما عليها. ثم أيضا القمر
يبعد عن الأرض بمقدار، هذا ليس خط عشواء. القمر له علاقة بالمد والجزر، فلو كانت لو كان القمر أقرب بكثير لأدى ذلك إلى أن تغرق الأرض ومن فيها، لغمرت المياه اليابسة بأسرها. ولو كانت أبعد أو لو كان القمر أبعد أيضا أكثر من ذلك بكثير لغارت المياه، ذهبت المياه من الأرض. ثم إن الشمس بعدها عن الأرض هو بمقدار معين، فلو كانت أقرب لاحترقت الأرض ومن فيها ومن عليها، ولو كانت أبعد لتجمدت الأرض ومن فيها، أو لو كان مكان الشمس أي نجم آخر، مثل الشعرى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وأنه هو رب الشعرى، وقد كان يعبد يعبده بعض أهل الجاهلية. الشعرى أكبر من الأرض بعشرين، أو أكبر من الشمس بعشرين مرة، وأقوى منها بثمانين مرة أو بخمسين مرة، أقوى منها بخمسين مرة، وبعضهم يقول أكثر من ذلك. أو لو كان مكانها مكان الشمس السماك الرامح، سكن السماكان كلاهما، هذا له رمح وهذا أعزل، أكبر من الشمس بثمانين مرة وأنور منها بثمانة آلاف مرة. أو لو كان مكانها سهيل، أقوى من الشمس بألفين وخمسمائة مرة. فإذا كل شيء مقدر تقديرا دقيقا، كل شيء في مكانه، كما قال الله سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بمقدار. إذن ما ممكن أن يكون هذا نتيجة للصدفة، لا مجال للصدفة هنا، ولا يمكن أن يرجع إلى ذلك الانفجار، مجرد انفجار هكذا عشوائي. ثم إن هذه الشمس هي أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف، وهي لا تعد من النجوم الكبيرة، فقد اكتشفت بعض النجوم التي هي أكبر من الشمس بملايين مرات. قبل فترة، قبل سنوات، أذكر قرأت في الجريدة إنه اكتشف في المجرة التي نحن فيها درب التبانة نجم أكبر من الشمس بعشرة ملايين مرة. يعني الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف، وهذا النجم أكبر من الشمس بعشرة ملايين مرة. إذن الأرض ولا شيء أمام هذا النجم الكبير. ثم إن الشمس تبعد عنا 150 مليون كيلو، 150 مليون كيلو، نحتاج للوصول إليها بالسرعة العادية 300 كيلو في الساعة بلا توقف حتى نصل إلى الشمس، هذه بالسرعة العادية المعهودة المعروفة 300 كيلو في الساعة، نصل إليها بعد 57 سنة لو أمكن إنه نصل إلى الشمس بالسرعة العادية 300 كيلو في الساعة، نصل إليها بعد 57 سنة، لكن بسرعة الضوء 7 دقائق. هنا الفرق بين 57 سنة 7 دقائق، يعني الضوء يسير بسرعة 300 ألف كيلو، ليس في الساعة ولا في الدقيقة ولكن في الثانية، يقطع 300 ألف كيلو في الثانية الواحدة. فلو كان هناك مركوب بسرعة الضوء ويمكن أن نركبه لنصل إلى الشمس، نصل بعد 7 دقائق، لكن بالسرعة ب300 كيلو في الساعة نصل بعد 57 سنة. أقرب نجم من المجموعة الشمسية، نحن تحولنا من السرعة العادية إلى سرعة الضوء، السرعة 300 ألف كيلو في الثانية، يستطيع الضوء بهذه السرعة أن يدور حول الأرض 7 مرات في الثانية الواحدة. أقرب نجم من المجموعة الشمسية
يبعد عنا 4 سنوات وربع، يعني بهذه السرعة الهائلة حتى نصل إلى أقرب نجم من المجموعة الشمسية يحتاج إلى 4 سنوات وربع بسرعة 300,000 كيلو في الثانية بلا توقف. الشعرى تبعد أو يبعد 8 سنوات ونصف بسرعة الضوء، بسرعة الضوء. المجرة التي نحن فيها من الطرف إلى الطرف 100,000 سنة، يعني لو قدر أن هناك مركوب نركبه حتى نصل إلى الطرف الآخر يحتاج إلى 100,000 سنة بسرعة الضوء، 300,000 كيلو في الثانية بلا توقف. فإذا الأرض لا تسوى ولا ذرة في هذه المجرة التي نحن فيها. ثم إن المجرات التي اكتشفت، كم من المجرات اكتشف؟ عدد هائل من المجرات، ملايين الملايين المجرات. في كل مجرة بالتعادل النسبي 100 مليار نجم، 100 مليار نجم، والنجم الواحد أكبر من الشمس، كما قلنا بعض النجوم أكبر من الشمس بأضعاف، وأكبر من الأرض أيضا بملايين المرات. هذا في المجرة الواحدة، ما يعادل يعني تقريبا 100 مليار نجم أو أقل قليل أو زيادة قليل في بعض. هذا في المجرة الواحدة، فكيف بملايين ملايين المجرات؟ أبعد مجرة، أبعد نجم اكتشف، الله أعلم، أنا ما متخصص، لكن أذكر هذا الكلام يعني قبل يمكن أكثر من 18 سنة أو أكثر، من إنه يبعد عنا 12 بليون ونصف سنة ضوئية، يعني بالسنوات الضوئية 12 بليون حتى نصل إليه. لو قدر إنه مثلا عمرنا هذا العمر الطويل وعندنا ما نركبه بسرعة الضوء 300,000 كيلو في الثانية بلا توقف، نصل إليه بعد 12 بليون سنة ونصف، ما مليون ولا مليار وإنما بليون سنة. وهذا طبعا جزء يسير من السماء الدنيا، هذا ما اكتشف، هذا القليل مما اكتشف من السماء الدنيا. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، أو الآية الأخرى بمصابيح. بجانب ذلك إنه اكتشفت إشعاعات تدور حول أو تحيط بالمجرات، تحيط بالمجرات، أقربها يبعد عنا 20,000 مليون سنة ضوئية، على حسب ما يذكر. إنه هذه الإشعاعات طبعا تحيط بالمجرات، إذن هي ضخمة جدا، المليمتر منها، المليمتر منها يزن الكرة الأرضية، يعني لو سقط شيء منها يسير جدا من هذه الإشعاعات إيش تكون النتيجة. إذن كما قلنا هذا جزء يسير، هذا الذي نذكره إنما هو جزء يسير مما اكتشف من السماء الدنيا، فكيف بالسماء الثانية؟ لأن كل سماء أكبر من السماء الأخرى، لأن العالم في شكل دائرة، السماء الثانية تحيط بالسماء الدنيا، والسماء الثالثة تحيط بالسماء الثانية، والرابعة أكبر، وهكذا إلى السابعة أكبر وأكبر. فمعنى ذلك الأرض ولا شيء، نحن كما قلنا إنه لا شيء في المجرة التي نحن فيها، فضلاً عن ملايين المجرات، فضلاً عن السماوات، كيف؟ والله سبحانه وتعالى وعدنا جنة عرضها السماوات والأرض، وما أدراك ما عرض السماوات والأرض، من الذي يستطيع؟ نحن الآن أرقام خيالية في جزء من السماء الدنيا، ما نستطيع أن نستوعبها.
فكيف بجنة عرضها السماوات والأرض؟ ثم هذه الجنة ما جنة عادية، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين، كما جاء في الحديث: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع العصا، موضع العصا كم يأخذ العصا، كم تأخذ من الحيز؟ ولا شيء. هذا الحيز الصغير جدا هو خير من الدنيا وما فيها، الأعداد الهائلة وهذه الأحجام الكبيرة وهذه. ثم بعد ذلك هذا الكون أو هذه المجرات بما فيها من نجوم كثيرة، ملايين النجوم أو مليارات النجوم، والمجرات هي بالملايين. هذه المجرات غير ثابتة، وهذه النجوم غير ثابتة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذن هذه كلها لها مدارات، كلها الأرض مثلا تدور غير ثابتة، والقمر أيضا يدور، والأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، والشمس أيضا لها مسار فيه، والشمس تجري لمستقر لها في هذه المجرة، وهذه المجرة أيضا تسير. إذن هذه النجوم الهائلة الكثيرة، أحجام كبيرة وأعداد كثيرة بالملايين الملايين، وسرعة أيضا فائقة، لكن ما نجد أن هذه النجوم وهذه المجرات يقع بينها التصادم، مع أنها لا تعقل ولا تبصر ولا تسمع، بينما نحن نجد العقلاء والذين يسمعون ويبصرون عندما يقولون السيارات يقع بينهم تصادم. كم عدد السيارات ولا شيء أمام عدد النجوم الكثيرة جدا والأحجام الكبيرة جدا، لكن ما يقع بينها تصادم، لا يقع بينها تصادم. هل هذا محض صدفة؟ هل هذا تلقائي هكذا نتيجة للصدفة أو نصيدا للانفجار الذي صار؟ ما ممكن. إذن هذا كله كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. إذن ما يخرج شيء عن سلطانه، ولا يفلت شيء عن قهره وسيطرته، من أدنى ذرة إلى أكبر مجرة، كل شيء لو تخلى الله سبحانه وتعالى عن الكون لحظة واحدة أقل من الثانية، إيش تكون النتيجة؟ اللي صار تصادم ونهاية الكون. نعم ستكون هناك النهاية كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لكن هذا يؤذن بقيام الساعة إذا السماء انفطرت. فإذن مثل هذا الأمر ما كان يتصور خاصة سابقا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لأنه عند نزول القرآن ما كانوا هم يعلمون هذه الأبعاد الهائلة وهذه الأحجام الكبيرة. ثم بعد ذلك أقسم بمواقع النجوم، لأنه قد تكون بعض النجوم ما بقيت في مكانها، وإنما الضوء وصلنا، قد يكون بعضها يصلنا بعد 1000 سنة، بعضها بعد. فلذلك يقسم بمواقع النجوم.